يعطيكم العافية يا صبايا. حنعمل correction exercise 3. حمقرا الجيفن بيقلنا consider a triangle M and P right at N. okay, such as N P equal X minus 4 M P equal 3X plus 4 where X أكبر من 4. طيب السؤال الأول calculate M N square in term of X. بدنا نحسب M N square in term of X. طالما نحن بدرس البيتاغورس ثيورم فاكر بنسحب من البيتاغورس ثيورم. طيب ام ان بي از ا رايت تراينجل ات ان، اوكي هاي من خلال الجيفن، فاذا ذن باي بيتاغورس ثيورم فينا نستخدم البيتاغورس. اذا هو رايت ات ان فاذا من الهايبوتنس بهالحاله هي الفيسنج ال 90 ديجري يعني الام بي، فاذا ام بي سكوير ايكوال ام ان سكوير بلس ان بي سكوير. اوكي فلانه الام بي هي الهايبوتنس ان هي الفيسنج 90 ديجري أو لأنه هو right at n فبتصير two other point بشكل البيسكتور، عفوا الهايبوتنس. أنا بدل ام n سكوير شو بعمل؟ بنقول ال np سكوير لبعد ال equal. okay؟ فبتصير ام n سكوير equal np سكوير، وال np سكوير لما بتنتقل بتصير minus np سكوير. okay؟ هلا بحط كل شيء بقيمته. ال np سكوير معيها 3x plus 4، ال np سكوير معيها x minus 4. اوكي بحط كل شيء بقيمته. هلا بدي اعمل develop and reduce. بعمل develop and reduce لاول وحده هي عباره عن a plus b power 2، فاذا بحل على شكل a power 2 plus 2ab plus b power 2، الماينس بتنزل مثل ما هي. كمان x minus 4 square هي عباره عن remarkable identity، بحل على شكل a power 2 minus 2ab plus b power 2 لانه هون في ماينس. الستيب اللي بعدها بكفي بعد فاكتورا develop and reduce. هون بوزع الباور 2 3 باور 2 بتصير 9 و x بتصير x باور 2. هلا بضرب الارقام ببعض 2 ضرب 3 6، 6 ضرب 4 24x plus 4 باور 2 بتطلع 16. هلا الماينس اللي برا لاحظ ان حطيتها بين براكت لانه الماينس هي لإلهم كلهم لهو الكل ان هي قبل البارانتيزس، فاذا هي لكل شيء جوات البارانتيزس. minus x2 minus و minus بصيروا plus و 2 times 4 8 8x و minus و plus بتصير minus و 4 power 2 بتصير 16. منكفي هلا الكالكوليشن بصير معنا هلا plus 16 منلاحظ و minus 16 بيروحوا تيناتهم مع بعض. هلا بعمل السيميلر مونوميال مع بعضهم 9x2 و minus x2 9 minus 1 equal 8، فإذا بيطلع 8x2 plus 24 بعملها مع ال 8x 24 plus 8x بيطلع 32x، فإذا طلعت ال mn square equal 8x2 minus plus 32x. هي معناتها in term of x جبناها وهي في بقلبها x. اوكي لاحظوا mn square in term of x، هاي x وهاي x. part 2 deduce the value of x يعني solve هون check، بس انه deduce يعني solve. if mn square equal 72 هون عطانا هو equation قال لي كون حلوها هاي الاكويشن ماشي طلب نحل. mn square بحط بقيمتها اللي هن 8x2 plus 32x. اوكي حطيتهم هون equal 72x كمل نون لحاله انون لحال. بنقول 72 لبعد الايكوال، لما نقلتهم لبعد الايكوال 72 صارت minus 72، شو بقي محلها؟ بيبقى محلها 0. اوكي اللي حيصير ال 8x2 بتضل 8x2، 32 minus 72 بيطلعوا minus 40، ساين للأكبر اللي هو ماينس إيكوال زيرو. بلاحظ إنه في بيناتهم كومن فاكتور اللي هو 8x، بياخد 8x كومن فاكتور من أول وحدة راح ال 8 وراحت x من ال x2 بقي بس x، ومن تاني وحدة ال x راحت، إذا راحت من ال 40 8 بيبقى منها قداش 5، على اعتبار إنه ال 40 هي 8 ضرب 5، 8 بقيت برا بيبقى 5. أوكي إذا بتبقى على شكل التالي بتصير هيك. اللي حيصير هلا صرنا product of two equation أو product equation، هون في times بيناتهم،
فإذا أول تيرم equal 0 8x equal 0 أو ثاني تيرم اللي هو x minus 5 equal 0. هون مقسم على 8 بالحالتين، أوكي بتروح ال 8 مع ال 8 بيبقى عندنا x equal 0 over 8 يعني 0، وهون x minus 5 equal 0 بنقول ال 5 لتاني ميل بتصير plus 5، تطلع x equal plus 5.